مشاهدينا قبل الختام، يعني دائما كالعادة خلال هذه الفترة كنت حريصة جدا أني أذكركم ببعض الرسائل أو بعض الاقتباسات اللي ممكن هي تفرق معانا وتأثر فينا. أعرف أنه كلنا نعرف هذه المعلومات ونعرف هذه الرسائل، لكن أرجع أقول أنه دائما في الذكرى شيء إيجابي. فرسالتي اليوم من القلب للقلب حتتكلم عن الأدب والأخلاق. يمكن للإنسان أن يدخل قلوب الآخرين بدون ما ينطق بكلمة واحدة، يكفيه سلوكه الناطق بالصفات الكريمة والأخلاق الحميدة. لهذا السبب دائما حاول أنك تترك انطباع جيد عند الآخرين، لو بعد حين راح يتذكروك بهذا السلوك الجيد.